سلام، انا سكون ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم شرجع نحكيو شويه في التيوري دي جراف على الشورتست باث، على خاطر باش نستحقوا التكنيك هذايا كيف يصلحوا بعض البروبليم الثاني من الفيسبوك هاكر كاب. دونك لهنا ننصح العباد الكل اللي باش يجوا يتفرجوا الفيديو هذايا ما يبداوش من هنا، ما يرجعوا للبلاي ليست نتاع تيوري دي جراف، يتفرجوا في اش معناها جراف، شنو الدي اف اس، شنو البي اف اس، الابليكيشنز نتاعهم، ومن بعد يجوا لهنا باش ما يضيعوش. دونك نحكي اليوم على حاجة اسمها موديفايد بي اف اس، دونك فيرسيون موديفية من البي اف اس، تسمى زادا اوغمانتد بي اف اس، والهدف منها انو نلقاو الشورتست باث من سورس معينة للي نو المربوطين بها الكل في انويتد جراف. اش معناها انويتد جراف؟ ارجو تفرجوا الفيديو، مي نعمل تلخيص صغير، اللي هو جراف الديستانس ما بين كل نو ونو هي ان، دونك ما فماش ديستانس معينة، مش معناها واحدة موان تروا والاخرى سانك والاخرى سيت، ديما ان. باش تعدى من نو لنو تستهلك يونيتي نتاع نقولو احنا انستركسيون ولا كيلومتر ولا حاجة. باه رابيل صغير على البي اف اس، دونك البي اف اس يمشي اون لارجور عكس الدي اف اس اللي يمشي اون بروفوندور، دونك يمشي زيرو يمشي يشوف صغار اللي هما الان والدو، يمشي الان يشوف صغار اللي هما تروا، دو صغار والكات والسانك، تروا صغار والسيس والسيت، ويخرج على روحه. اللي باش نحكيه اليوم يتطبق على دايركتد و اندايركتد جراف. كيما قلت قبل ما تجيو لهنا لازمك تفرجوا في الجراف ثيوري، تفرجوا في لي فيديو ماهمش طويل برشا، ظهر لي مع بعضهم يشدوا ساعه ساعه ونص. ولازم تفرجوا في الفيديو تاع الكيو داتا ستراكشر خاطر باش نستعملوا الكيو في البي اف اس. دونك هنا نبداو مع بعضنا. البروبليم سهل على الاخر، دونك عندك دي نو نجم يكونوا مدن مثلا تونس، السوسه، الحمامات، مستير. باش تحرك ما بيناتهم وتحاول تلوج اقصر ثنيه كيما جوجل ماب يعمل بالضبط. دونك لهنا نحب نمشي من تونس مثلا اللي هي نو صفر حتى السوسة اللي هي نو الرابع. دونك عندي زوج طرق، الطريقة الأولانية نمشي على الأن ومن بعد التروا ومن بعد نوصل للكات. دونك الطريقة هذي باش تكلفني تروا أوبيراسيون، باش نمشي للأن أوبيراسيون، باش نمشي للتروا أوبيراسيون، باش نمشي للكات أوبيراسيون. الطريق الثاني تو نمشي من الدو، من الزيرو للدو أوبيراسيون، ومن الدو للكات أوبيراسيون. دونك أنا الشورت سباث لهنا لوجيكمون تعدى على الدو تطلعلك أرخص، دونك دو أقل من ثلاثة لوجيك على الآخر. باهي واضح. دونك لهنا السورس نتاعي ايجال زيرو، قلت السورس هذي تنجم مثلا تكون تونس ولا مدينة ولا أي حاجة. بحكم اللي السورس هي زيرو، الديستانس ما بين السورس وروحها هي زيرو. دونك تابلو ديستانس هذي باش نعملوه باش نحطو فيه لي ديستانس ما بين السورس ولي نو الآخرين الكل. دونك انيسيالمون بين السورس وروحها صفر، وما بين السورس ولي نو الآخرين الكل ديستانس انفيني. انفيني معناها اونتي كبير برشا. والتابلو فيزيت تعرفوه رينا في البي اف اس والدي اف اس، مانيش باش نعاود نفسر. باهي باش نعملو بي اف اس عادي على الاخر، نخرج من السورس نحط السورس في الكيو نتاعي، نحط الديستانس نتاع السورس ايجال زيرو خاطر ماشي الروحة، ونحط السورس نتاعي فيزيتد. باهي شكون الصغار نتاع الان؟ الصغار نتاعها الان والدو. باهي دونك لهنا البي اف اس شنو يقول؟ يقول انه تحط الصغار نتاعها في الكيو، دونك الان نحطو في الكيو، نمشي نحطو فيزيتد. والزايد لهنا في الشورتست باث باش تطبق الفورمول هذايا، الديستانس نتاع الشايلد هي الديستانس نتاع البارون بلس ان. البارون لهنا هو صفر ولا لا، والشايلد هما الان والدو. دونك الديستانس نتاع الان والديستانس نتاع الدو هما الديستانس نتاع زيرو اللي هي زيرو بلس ان. دونك فينالمون الديستانس نتاع الان والدو باش تولي ان، وزوج تحطو فيزيتد وتحطو زوج في الكيو. واضح. نخرجو الان من الكيو، شكون الصغير نتاع الان؟ عندك الزيرو فيزيتد هذاك على روح مشي، و 3 ماهوش فيزيتد. نحطو 3 في الكيو، نحطوه فيزيتد، ونطبقو عليه الفورمي. ديستانس دو 3 هي ديستانس دو 1 اللي هو البارون تاعو اللي هي 1، 1 بلس 1 تعطيك 2. واضح. باهي نخرجو توا الدو من الكيو ونشوفو الصغار نتاعو. الصغير الاولاني هو 4 والزيرو فيزيتد، معادش نمشيولو. الاربعة هذا نحطوه في الكيو، نحطوه فيزيتد، سامحوني نحطوه في الكيو، نحطوه فيزيتد، ونطبقوا عليه الفورمول. دونك ديستانس دو 4 ايجال ديستانس دو 2 اللي هو البارون تاعو بلس 1، دونك 1 بلس 1 ايجال 2. واضح. دونك شقعدت باش نخرجوا 3 صغارو اللي هما ال1 فيزيتد والكات ديجا وصلنا له من 2. واضح. كنعاودو نكرازيو ديستانس باش نهلكو شورت سباث نتاعنا، ما لازمناش نكرازيو. دونك ما عندي ما باش نعمل تاو الكات صغارو هما 2 و 3 زوج فيزيتد. دونك فينالمون الفورمول هذايا والبروسيس هذايا تاع البي اف اس خلينا نخلطوا اللي ديستانس من 0 لل 4 ايجال 2 اللي هي الشورت سباث اللي تعدى على 2 ما تعداش على الان والتروا. واضح. ما تقعد كنت اوكي باش تعدي للكود. دونك باش نكتب البي اف اس نتاع العاده اللي هو من الاول تعمل انيسيالمون انيسياليزاسيون تاع الان اللي هي الان ماكس،
فيزيتد اللي هو التابلو دو بوليان اللي فيه فيزيتي ولا لا، وتعمل ديكلاراسيون تاع الجراف نتاعك. الحاجه الوحيده باش نزيدها هي تابلو دو ديستانس. اوكي، انيسيالمون التابلو هذا تحطه كله انفيني، وما تنساش باش تعمل ميم سيت باش تدينيسياليزي الفيزيتد نتاعو كله فولس، هذوما تحطهم في المين. واضح؟ هذا توا البي اف اس العادي فيه دو موديفيكاسيون صغار. الاولانيه قبل وقت اللي تحط السورس نتاعك في الكيو وتحطها فيزيتي، زيد تحط الديستانس نتاعها ايجال زيرو، هذه الاولى. الثانيه توا بعد ما تقل بارون وتبوبي وتباركوري الشايلد نتاعو والشيلدر نتاعو وتلقى الشايلد اللي ماهوش فيزيتي، ماك تحطو فيزيتد وباش تبوشيه في الكيو، زيد معاها ديست دو شايلد ايجال 1 بلس ديست دو بارون، وفات الحكايه. دونك هذا هو الشورتست باث. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. تلقاو الكود في الديسكريبسيون، تاو باش نهبطو على الجيت هاب. وهذايا ننصحكم تزيدو خمو شويه في البروبليم الثاني نتاع هاكر كاب، فما دي زانديس و هينتس باهين، دونك تاو باش تنجم تحاول تلقى سوليسيون. كان تفرش فيديو نتاع الجراف وتفرش في هذايا، نتصور باش تحلك برشا امور في مخك. لكن استنوني بيان سور باش نهبطلكم انا من بعد الكوريجي.